سبعة أشياء لا تفعلها بعد الأكل. أولاً، أن تشرب الشاي، لأن أوراق الشاي تحتوي على نسبة عالية من الحمض، وهذه المادة ستؤثر على البروتين المتواجد في الأطعمة التي نستهلكها وتجعلها جافة وعسيرة الهضم. ثانياً، لا تأكل الفواكه بعد الأكل مباشرة. إن أكل الفواكه مباشرة بعد الأكل يتسبب في انتفاخ البطن بالهواء، لذا يجب الحذر وأخذ الحيطة في عدم تناول الفواكه قبل مضي ساعة إلى ساعتين من الأكل، أو قبل ساعة من الوجبة الغذائية. ثالثاً، لا ترخي حزام السروال، لأن ذلك يتسبب في التواء الأمعاء وتسكيرها. رابعاً، لا تسبح بعد الأكل، إن السباحة بعد الأكل تسبب ارتفاع تدفق الدم لليدين والأرجل، وبالتالي سيقل تدفق الدم في مناطق كثيرة من الجسم وبالأخص حول منطقة البطن، وعليه سيضعف ذلك الجهاز الهضمي. خامساً، لا تمشي. الكثير من الناس يعتقدون بجدوى المشي بعد الأكل 100 خطوة ستجعلك تعمر 99 عام. في الحقيقة أن هذا غير صحيح، لأن المشي سيعطل الجهاز الهضمي من استخلاص الغذاء من الأطعمة التي أكلناها في التو. سادساً، لا تنم في الحال. يعطل إكمال عملية هضم الطعام بشكل جيد، ونتيجة ذلك سيقودنا إلى عدوى معوية أو التهاب معوي. سابعاً، لا تدخن. تجربة من خبير تدخين سابق، تدخين سيجارة واحدة بعد الأكل يعادل تدخين 10 سجائر في الأوقات الأخرى، لذلك نسبة الإصابة بالسرطان أكثر في حالة التدخين بعد الأكل مباشرة. إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق ومشاركته مع أصدقائك كي تدعم القناة، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. في أمان الله.